بعد تطهير القرى والمناطق في الريف الشرقي لمدينة حلب من رجس الإرهابيين، بدأت أكثر من 6000 أسرة العودة إلى تلك المناطق. وخلال جولة لمحافظ حلب حسين دياب وفاضل نجار أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في حلب، يرافقهم عدد من مدراء الدوائر الخدمية، تفقد المحافظ عملية إعادة تأهيل البنى التحتية والمؤسسات الخدمية في تلك القرى والبلدات التي تمكن الجيش العربي السوري من طرد تنظيم داعش الإرهابي منها في أواخر الشهر الماضي. وقد زار أيضا مضخ البابيري ومحطة الخفسة لضخ المياه. المحافظ دياب وخلال جولته التقى عددا كبيرا من عوائل تلك القرى التي بدأت بالعودة إلى منازلها واستمع إلى مطالبها. جولتنا اليوم على الريف الشرقي لمدينة حلب بعد أن أعيد الأمن والأمان إليها بفضل البطولات وتضحيات جيشنا الباسل، جيشنا البطل. طبعا نحن منذ اللحظات الأولى لتطهير الريف الشرقي تم تشكيل عدة لجان من المناطق والنواحي، وعلى الفور تم إعادة البدء بإعادة المواطنين إلى قراهم ومناطقهم من مراكز الإقامة وتأمين الخدمات لهم. كانت زيارة تتبع واطلاع، وأيضا لتتبع الخدمات المقدمة للمواطنين في الريف الشرقي. طبعا نحن عم نشهد منذ فترة ليست بالقليلة عودة دورية للمواطنين، وأيضا خدمات تقدم لأهالينا في الريف الشرقي، وهناك نقاط طبية، هناك توزيع للغاز، هناك أيضا مقرات للدوائر الحكومية لتقدم بعض الخدمات الضرورية. قمنا بجولة ميدانية على القرى المحررة بالقرى الشرقية المحررة للوقوف على حاجيات المواطنين، الأخوة المواطنين، ودراسة تفعيل الوحدات الشرطية الموجودة بهذه القرى من مخافر ونواحي. وسيتم وضعنا بعض النقاط الشرطية في ناحية الخفسة وبدير حافر وبعض القرى الأخرى، ونحن بصدد تفعيل هذه الوحدات الشرطية. وقد عبر الأهالي عن شكرهم للجيش العربي السوري على ما يقدمونه من تضحيات لكي يعودوا آمنين إلى ديارهم. نشكر القيادة ونشكر الجيش ونشكر كل من ساهم بدعم الخبسة وضواحيها، وكل من ساهم بتحرير الأراضي الموجودة على ناحية الخبسة. أعطيهم العافية، الحكومة ما قصرهم وقام باجبهم ورجع الناس والحمد لله. بوجودكم رجعنا، بوجود الحكومة. وعود حكومية ببذل الجهود والعمل الجاد والسريع لتحسين الواقع الخدمي للمناطق الإرهاب لإعادة الحياة الطبيعية إليها.